السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم وصباح الخير في ديرنير مينيت الكانتيني الذي يكون الفانسن الإخوان كما غنشوفو حاليا كما كنشوفو الكانز هو الجران فافوري ديال لاكورس والديس هو الدوزيام فافوري والدوز هو التروازيام فافوري والخمسة هو الكاتريام فافوري دنا خوتي ربعة الخيل الأولين ما بين الكنز شكون غيكون الكنز والديس والدوز والسانك شكون غيكون تما وشكون ما غيكونش تما دونك أنا غادي نفضل الدوز والكنز يعني الكنز والدوز اللي بغي يمشي يلعب قليل اللي بغي يلعب قليل اللي كيلعب طويل خصو يلعب العشرة ويلعب الخمسة ويلعب ثلاثة ويلعب الثمانية ويلعب الربعة اللي كيلعب طويل أما اللي كيلعب قصير الإخوان كان يحاول يهرس اللعب بعض الخيول اللي غتكون عند لي فافوري دونك جوج ربعة سبعة ديال الخيول ثمانية ديال الخيول لوجيك الخوت هادو خصهم يطلعوا ثلاثة الكنز والديس والدوز والسينك والطروة والويت والكاطة والتريز لوجيك ثلاثة ديال الخيل هنا باش يكون خلاص أما إلا جاو خمسة هنايا تنظن أن التريز كأغلى عود غيكون غادي بطناش أغلى عود غيكون في الويت يا فافوري غيكون غادي بطناش وحتى ربما حتى النافية فافوري غادي يكون غادي بطناش يعني النافية فافوري غادي بطناش الاول غيكون غادي بربعة والنافية فافوري غيكون غادي باثناش اما العاشر هو السبعة العاشر هو السبعة بشحال غيكون غادي بستاش وفي المرتبة 11 غيكون الحداش براسو بشحال غيكون غادي قاعد الحداش بسبعتاش في المرتبة 11 اونزيام فافوري غيكون غادي ب 17 اما في المرتبه 12 غيكون لاس هناك تحبس البرونوستيك يعني هادو تنظن ما غيكونوش 6 نافتو ما غيكونوش اذا الاختيارات فين غادا تكون هذا هو السؤال المطروح الاختيارات فين غادا تكون هاريا دو بيلاي اي كامو غادو هاول اخر خيول ايريس فروم رقم سبعة ايزابيلا المهم هادو خيول الاخوان خيول انا اللي ما عندي صراحة دونك كنز ديس راه واحد فيهم الاخوان في لاباس دونك الكنز والدوز والسينك الدوز يعني كنز دوز طروة ولا الويت ناخدو الطروة الكاط ولا التريز غادي ناخدو التريز إذن اللي باغي ياخد ثلاثة من أصل هاد جوج ربعة ستة ثمانية ديال الخيل ثلاثة الخيل هي كنز دوز تريز شي لاخر شطابة مور اكس الكنز والدوز والطريز ايوا راه 714 الاخوان راه هي الفرنش شوفالتيف دونك عاطين الدوز والديس والطريز والويت لي كاتر برومي وعطي الطروة والست والكاتورز والكنز والخمسة والربعة والحداش والواحد على كل حال كاينين دو باص أولا طروا باص خلي كل شي مور إكس خلي كل شيء مور الإيكس إذن عندنا الكنز الإخوان وعندنا الدوز الراس ديال فرانشو فاتيرف وعندنا التريز وعندنا السات
وهاد الدار هذاك الشيء هو اللي حطيته البارح. هو بالنسبة للعود اللي مشكوك عندي اللي لحساب ما نقدرش نعول له هو 14، ولكن جاني في الفرنش شوبارتيرف بغيت تلعب خصو يتلعب ولي سويفي سويفي، وهذا الشيء تنقلبو عليه. وكيبقى الإكس والواحد كأول خيول غتكون مور الإكس، كاين الخمسة كاين الربعة كاين الثلاثة كاين الثمانية كاين، ولكن أخوتي راه كان زويت غاعاود، كان زويت غاعاود اللي بغى يلعب كان زويت بجوج اللي سخر ليه الكرون فافوري والدوزيام فافوري، راه غاعاود الكنز والديس، الكنز والديس. ولو أن سيفيرين رايموند الأونز كيفاش خلاها يوهان بورجوا وطلع للعشرة، هذا هو السؤال المطروح، علاش خلى الحداش وطلع للسبعة طلع للعشرة. دونك تبقى عشرة مور اكس، اللي ما عندوش الخوت الكنز راه غيمشي معاه.